الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات. اعلنت منذ لحظات انطلاقه خامس الاشواط الخاصه بفتح الابكار الحقائق في هذا المهرجان الكبير، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. على أرضية ميدان التلة هنا يقام هذا المهرجان. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. نسايم سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، من يقدم لنا نسايم على أول المراكز لتكون أول الباحثات عن الناموس وعن الفوز والانتصار. نقلتنا إلى المركز الثاني لنتابع ضوء سالم بن راشد بن سعيد بن عبيد الطنيجي، من يقدم لنا ضوء، من تحتل المركز الثاني. نقلتنا القادمة إلى المركز الثالث لنتابع الوصول مع الشاهنية مبارك بن نصيب اللويع العامري، والمركز الرابع وصلت الآن وتقدمت أسيل إشهاب بن حمد بن علي الجحافي أبناء السلطنة القادمين هنا على رابع التحديات. المركز الخامس الرعبية للسيد سليم بن علي بن حبيب الهشامي، هو القادم شعار بن حبيب في هذه اللحظات. للمركز الخامس سادس التحديات والانطلاقات من حافة الدحبة بن محمد بن محنة العامري، هو القادم ومقدم لنا انطلاقة من حافة. على المركز السادس المركز السابع وصلت وجنة بدر بن علي بن خلفان الشامسي، من يقدم لنا انطلاقة وجنة القادمة هنالك على مستوى المركز السابع. بينما ثامن التحديات مزاحة محمد بن صالح بن حمد القمرة، هو القادم على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت خود سيف بن محمد الخليفة بن ضاحي العميمي، والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام سلهودة عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر فلي. بينما المركز العاشر اختم به النداء الخوارة هادي بن سعيد بن جمهور الاحبابي. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الاولى بندائنا الاول لهذا الشوط، ولكن العودة الى المقدمة، الى الصدارة، الى الانطلاق الاول، الى التحديات الاولى. وهنالك من تسيطر، نسايم سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، من بدأت تباعد المسافة ما بينها وما بين بقية المراكز لتعزز هذا الفارق وهذا الانطلاق الكبير. مع هنا وصولنا مشاهدين متابعينا الكرام كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن خط النهاية، عن الناموس وعن الفوز والانتصار. ونسايم على المركز الأول، سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. بينما المركز الثاني وصلت أسيل إشهاب بن حمد بن علي الجحافي، وأبناء السلطنة يطالبونك بالناموس الجحافي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت نهب فلاح بن علي بن مصرح الأحبابي، من يقدم لنا نهب. ومن الجانب الأيمن احتكار مطر بن عبد الله بن مطر المسافري، أول نداء لانطلاقة احتكار تقدمت الآن على المركز الثالث. ايضا هنالك المركز الخامس الوصول مع سلهودة عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الاغفلي، ولكن العودة الى المقدمة. نسايم نسايم نسايم، بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة الكبيرة وهذه العروض المميزة. يا بن رشيد ينطلق على الصدارة على المركز الاول، نسايم سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد اكتبي، يا سلام، ينطلق بهذا الأداء المميز نحو الفوز والانتصار. أهالي المرة على الصدارة على المقدمة مع جولة التحديات. يقدم لنا راعي الشرطة نسايم، نسايم على المركز الأول، نسايم مع الفوز والانتصار بدون أي منافس على الإطلاق.
نسايم نسايم نسايم، تهانينا والناموس نزفها لمالك نسايم سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد آل كتبي على هذا الفوز والانتصار، والتهاني والناموس العلي بن عبيد بن رشيد آل كتبي، سلامي على هذا الأداء الكبير المميز، لحظات الفوز والانتصار، لحظات وصولها إلى خط النهاية بدون أي منافس، نسايم هي البطلة للسيد سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد آل كتبي، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الكبير. المركز الثاني وصلت سلهود عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي، المركز الثالث كان الوصول مع علاج فايز بن غفار بن حمد الجابري، والمركز الرابع المركز الرابع أسيل شهاب بن حمد بن علي الجحافي، والمركز الخامس وصلت عجيبة مبارك بن سعيد بن ضافي آل نابت المري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لك يا مالك نسايم سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد آل كتبي على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لانطلاقة نسايم قاطعا مسافة 4 كيلو مترات كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية المتابعة لهذه التحديات وهذه المنافسات التي تقوم هنا على أرضية ميدان التلة مشاهدينا متابعينا الكرام. والتوقيت الزمني يتسجل التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم 5:53:08، تهانينا والناموس لك يا بن رشيد على هذا الفوز والانتصار، نسايم سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي بطلة لهذا الشوط وبطلة للتوقيت الزمني في صباح هذا اليوم. المركز الثاني وصلت سلهودة عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي بتوقيت زمني 6:05 وجزئين من الثاني، تهاني والناموس. بينما المركز الثالث علاج لسيد فايز بن غفان بن حمد الجابري، ابو حمد من قدم لنا علاج بتوقيت زمني 6 دقائق مشاهدينا ومتابعينا الكرام 7:03 من الثاني، تهاني والناموس. المركز الرابع وصلت تهانينا والناموس لجميع الفائزين.